فككاتب قرأت عادل إمام. أيوة. فردي أنا ماذا استنكار، وكأن عادل إمام ده شيء نكرة. ماذا ماذا فالسطر اللي بعديه ايه رايك في نادي الجندي؟ ده الكلام ده من 10 15 سنه، انت جايب الكلام ده منين؟ فقلت له، فبيقول من هي نادي الجندي؟ فانا ده مش اسلوبي ولا ده كلامي، واي فنان له جمهوره وليه ابداعاته وليه مجهوده وليه، حتى لما بلاقي فنان عمل فيلم نص ونصه او اي، انا بلتمس له اعذار لان انا ابن المهنه وعارف قد ايه ممكن يكون عامل مجهود، بس فاجي انا ارد الردود دي. فانا لقيت نفسي رايح الجريده، يعني لو هو بقى مش عاجبه فيلم ليا او اي في رايه فيا، مش مشكله، كنت اتكلم اكتب ما اللي طلب اللي يقوله. رحت رايح وضارب الجريده برجليا، وانا وبقيت فتحت صوتي قد كده وزعانة عاي، وقلت بقيت راجل تاني بقى. لا. يا ولاد يا ولاد يا ولاد، وضحت. عاوز الصحف، انا عاوز اعرف هل انا قلت الكلام ده، هل كان في تسجيل يسمعه لي؟ لو كان بالتليفون يقول لي حصل ازاي، لو يعني كان بالورق يقول لي، انا عاوز اعرف ايه الحوار ده جابه منين. يهديك يرضيك مش عارف ازاي كذا كذا، يتصلوا بالصحفي ما جاش، مش جاي، طب اهدى شويه جيبوا لي قهوه، وانا صوتي بيصرخ وبتاع احمد زكي المعتاد. فانا بصيت لقيت رئيس التحرير راح هو كتب لي خمس ست، قلت له انا ما يهمنيش، انا يهمني انك تتصل بالاستاذ عادل امام دلوقتي، وتتصل بالسيده ناديه الجندي دلوقتي. فاتصل بالزميل الاستاذ عادل امام وقال له على فكره في صحفي كتب كذا كذا كذا. فلما اتصلوا بالراجل الصحفي قال انا عاوز اعمل فرقعه، يعني كان هو كمان بيجي في الصحيفه بيجيب بيعمل مواضيع يسخ يعني سخنه، يعني عشان يعمل جو عشان تبقى مثيره، عشان الناس عشان الناس اللي تبقى قاعده بتترمي المجلات دي عند الكوافيرات وهنا وهنا وهنا، ولا شفت كاتب ايه، شفت كاتب ايه، فيوقعونا ببعض. فقال له على فكره، فالصحفي قال ما قالش بس انا حبيت اسخن الموضوع، حبيت اسخن الموضوع على 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 يعني يعني على حسك انت، يعني يعني انك انت تخليني اغلط في زمايلي وبتاع. فكلمه قال له انا عارف ان احمد ما قالش كده. طبعا عادل عاقل طبعا، وبعد راح مكلمني ماسك التليفون ورد عليه قال لي ما اهدى وما فيش حاجه. قلت له انا بس عاوزك تعرف كزميل ان انا ده، قال لي انا عارف ان ده مش اسلوبك. قلت له كلم انت عارف طبعا عادل امام من اكتر من 10 سنين 15 سنه كان عامل معايا حوار انا شخصيا، وسالته عن الممثل اللي بيتابعه باهتمام جدا، فقال لي احمد زكي على طول. يعني احنا زملاء كلنا مع بعض، ولاد مهنه واحده، فده مش سلوكنا مع بعض. فهم ليه عاوزين يخشوا في وسطينا ويأولونا على بعض كلام؟ فبرضه اتصل بالفنانه ناديه الجندي وقالت وقالت انا ميرسي لاتصالكم لاني قريت وحزنت وانا عارفه انه ما قلت. فانا هنا ارتحت شويه، ابتدوا يكتبوا بعد كده المانشيتات، يعني ان ده مش اللي ما حصلش، ما حصلش خمس ست اعداد، وبعدين بعد مده لان اتقفلت المجله دي. اتقابلت مع ناديه الجندي في البطنيه، واتقابلته في اكتر من فيلم. لا لا، هو فيلم واحد، فيلم واحد. بعد شويه ما بقيتوش تتقابلوا بقى، يعني ما كانش ينفع ان مجموعه النجوم يتقابلوا مع بعض في فيلم، زي مثلا ما اتعمل العار مثلا، كان فيه محمود عبد العزيز وحسين فهمي ونور الشريف. ما كانش نافع انكم تقابلوا، لا نتيجه ظروف انتاجيه ولا نتيجه ايه؟ لا 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 لا، هو الروايه لما بتيجي هم بيكتبوها وبعدين بيدوروا علينا. يعني مش احنا اللي بنقول احنا عايزين، يعني الدور بينده على صاحبه. يعني انا ما انا عملت فيلم مثلا، كنت رفضت فيلم من كان بتجيني افلام بتدور كلها حوالين شخصيه. مع منتج. فعرض عليها ثلاث افلام، يعني كل الموضوع حوالين شخصيه. فذهل ان انا بعمل فيلم البدايه بتاع الاستاذ صالح ابو سيف، شخص من ضمن مجموعة شخوص، مثقف في وسط مجموعة شخوص، كلنا ادوارنا قد بعض، لان عجبني الموضوع. عجبني الفكرة. اللي هو فيلم البدايه. طبعا. فانا دوري كان قد دور الاستاذ جميل، قد دور سعد، ومع ان الافلام اللي كانت عندي نفس المنتج استغرب ازاي انا عملتها. بطوله من الاول للاخر زي لما عملت احلام هند وكاميليا، كان الفيلم برضه هند النجلاء وكاميليا. يعني هو كان بيحرك الاحداث صحيح، بس الفيلم كان بطلته النجلاء وعيد رياض اللي هم هند وكاميليا. لما عملت التخشيبه، التخشيبه كانت بطلتها امراه، نبيله عبيد. امراه هي القصه بتدور حواليها، والراجل المحامي هو اللي بيحاول يشوف لها، انما هي معاها درا، يعني العقده الدراميه كلها معاها الست دي. فالعمليه واشتغلت، واشتغل الاستاذ محمود عبد العزيز برضو اشتغل معايا
في اشتغلنا مع بعض في فيلم البريء يعني دور حجم دوره ما كانش يعني انما حس ان الفيلم. فاحنا من حين لاخر لما بنلاقي فيلم موجود كويس احنا بنشتغل مع بعض، انما السمعه بقى اللي بتتقال ان دول ما يتقابلوش ما بيتعملوش. قال كلام كتير جدا في الفتره دي الحقيقه، كان كلام سخيف. المنتجين هي اللي بتشيع والحاجات اللي بتشيع، ولما يبقى عنده شخصيه. طب انا مثلا قدامي فيلم في فيلم قدامي مثلا معاك شخصيه كمان، معاه شخصيه انت كتير قصاد بعض. فطبعا انتاجيا هو يقول لك يجيب فلان يجيب فلان ما يقدرش على نجمين كبار، ما يقدرش على نجمين كبار، ما يقدرش على مش عارف ازاي. فعمليه يعني ايه، الفنانين بيموتوا انهم يشتغلوا مع بعض وبيحبوا بعض. والوسط الفني يعني صحيح يعني في كل مهنه في منافسه، ومنافسه شريفه وجميله. وكل واحد، انا مره في يوم من الايام قلت الباتشينو ليه نسبه في اجري وجاك نيكلسون ليه نفس النسبه في اجري وعادل امام ليه نسبه في اجري ونور الشريف ليه نسبه في اجري ويعني فقراني طبعا عزيز. طبعا كل زمايلي ليهم نسبه في اجري. فقالوا لي ازاي؟ قلت لهم لان انا لو الفنان واقف لوحده وانا لو اوحد بص في المايك يتجنن مش وخلاص انا بقى فهيبقى ريلاكس وهيمثل ايه بقى وهيبدع ايه بقى وهتتشحن. انما لما يبقى في زميل ليا سواء في اقصى الغرب او في اقصى الشمال هنا او هناك، سواء عالميا او عربيا، أو بيعمل فيلم كويس وانا ابص كده اقول الله. انا عاوز اعمل حاجه، خد بالك انت. فهو بيستفز يعني بيستفز الفنان اللي جوايا فينشطني وينشط احاسيسي تاني ان انا عاوز اعمل حاجه حلوه. فاذا انا هو ابقى مدين لاي فنان بيعمل شيء كويس، مدين سواء كان عالميا او زميل ليا، فكلنا مدينين لبعض بان احنا انا لما اعمل فيلم كويس بلاقي زمايلي برضو عندهم نفس الحماس، احمد عمل كذا فاحنا فكلنا كاتب نفس الحكايه. لما النهارده اسامه عكاشه بيكتب فيلم كويس تلاقي وحيد عاوز يعمل مش عارف ازاي، ما هو استاذ محفوظ عاوز منافسه يعمل. منافسه مطلوبه وشريفه وكويسه وبتسري العمل الفني كلهم بيبقوا في مستوى الصحافه في مستوى الطب وكل طبيعي المنافسه الشريفه الجميله. انما في ناس بقى كل مهمتها في الحياه انها تنجح. خلق الانجاز للانسان، خلق كل مهمتها انها تنجح، خلق الانسان للانجاز والابداع. وفي ناس كل مهمتها وسعادتها في الحياة المتعة دي انها تنجح وتنجح بشرف وتبدع سواء في اي مهنة. وفي ناس تانية قررت انها ما تشغلش ملكاتها في الابداع، انها كل سعادتها انها تبوظ الابداع ده او تبوظ النجاح ده. دول المرضى بقى، دول اللي ما عندهمش فيقعد ينغص عليك حياتك. يعني بدل ما يحول كميه الشر اللي موجوده جواه دي انه تنصهر ويفكر ويبدع لا يحولها توأمين، توأم الخير وتوأم الشر. لو توأم الخير ده مظبوط، ده مظبوط. انا بقول لك الكلام دوت بمناسبه الجيل اللي طالع جديد دلوقتي، علاء وهنيدي وادم والمجموعه دي، بدات تحصل بينهم برضو مشاكل وبداوا الناس بتوع الغمز واللمز يتدخلوا، بداوا الولاد دي بقى الشباب الفنانين يعني بداوا يحصل بينهم.